أعزائي طلبة وطالبات تانية ثانوي، أهلا وسهلا بكم في قناة مستر محسن، ومعنا بنكمل شرح منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي. والنهاردة معانا الوحدة الرابعة، الجزء الأول. الجزء الأول في الوحدة الرابعة، الجزء الأول تحت اسم school for all. school for all يعني المدرسة للجميع. ونبدأ زي ما تعودنا بنتعرف على الحاجات اللي احنا هنناقشها في الفيديو النهاردة ان شاء الله. هنتكلم على تقسيم الوحدة الرابعة، وكلمات الوحدة الرابعة، وملخص الوحدة في جمل، والتدريبات. الجزء الاول هنتعرف فيه school for all، المدرسة للجميع. الجزء الاول عندنا الكلمات والوحدة في جمل، والجزء الثاني بيكون القواعد. وعندنا قاعدتين النهاردة، هي قاعدة الماضي المستمر والمضارع التام. الماضي المستمر والمضارع التام. يلا نبدأ مع بعض كلمات الوحدة الرابعة، هنقراها مع بعض، ولو في أي حاجة هنعلق عليها. عندك كلمة physical يعني بدني، physical بدني. intelligence ذكاء، intelligence ذكاء. learning تعلم. power قوة. pass يعني يجتاز الامتحان أو ينجح في الامتحان. ways طرق. however مع ذلك. mean يعني، وهذا مين هنا فعل. good at يعني ماهر فيه أو جيد فيه. finally أخيرا. abilities قدرات. the same نفس. vocational يعني مهني. mechanic ميكانيكي. virtual افتراضي. disability يعني عجز أو عدم القدرة. accountant يعني محاسب. interrupt يعني يقاطع. يقاطع أثناء الحديث، لو أنا بتكلم وحد قطعني فهي اسمه عمل لي interrupt أو interruption. numbers أرقام. understanding فيه. visual بصري. maps خرائط. sounds أصوات. plants نباتات. weather طقس. body جسم. surgeon يعني جراح. feeling شعور. ring يرن. revise يراجع. knocked on يطرق الباب على سبيل المثال. progress تقدم. note يعني يلاحظ أو يدون. develop يطور أو ينمي. overcome يتغلب على. triumph يعني ينتصر. percent في المئة. dyslexia يعني عسر القراءة أو تعثر في القراءة. lazy كسول. actuality في الواقع. fix يصلح. include يشمل. common عام. blind كفيف. traffic المرور. sign علامة أو إشارة. prepare يعد أو يجهز. in fact في الواقع. brilliant يعني ذكي. in truth في الحقيقة. bright لامع. army جيش. insects حشرات. enough كافي. fear يعني خوف. flying طيران. kind طيب. patient صبور أو مريض. focus on يركز على. jungle يعني غابة أو أدغال. illustrator يعني رسام. primary يعني ابتدائي. potential يعني قوة، إذا كانت كاسم أو صفة تبقى ذو قدرة. amazing مذهل. support يدعم أو دعم. advantage ميزة. forest غابة. dark مظلم. archaeologist يعني عالم آثار. talk about يعني نتحدث عن. succeed in ينجح في. in different ways يعني بطرق مختلفة. good at ماهر فيه أو جيد فيه. in the same way بنفس الطريقة. guide مرشد. conduct يقود. survey استبيان. results نتائج. summary ملخص. mind يمانع. repair يصلح. laugh at يسخر من. ask for advice يطلب نصيحة. in fact في الواقع. in truth في الحقيقة. tell the difference يعني يميز الفرق أو الفوارق. for example
على سبيل المثال have the over have to overcome يعني يجب أن يتغلب على color blind يعني مصاب بعمى الألوان أو مرض عمى الألوان. traffic signs إشارات المرور prepare food for يعد الطعام لي have an advantage over له ميزة على as a result يعني نتيجة لذلك useful to مفيد لي take turns يعني يتبادل أدوار take responsibilities for يعني يتحمل المسؤولية عن. بالنسبة للكلمات دي كلها الكلمات اللي شاملة في الوحدة، في كلمات كتير عدت عليكم وانتوا أكيد حافظينها وعارفينها، بس هنا للتذكير إن هي موجودة في الوحدة. ننتقل إلى الجزء الخاص بملخص الوحدة في جمل، وعندنا هنا school for all في interview with دكتور فريدة يعني حديث صحفي أو حوار صحفي مع دكتورة فريدة. مين دكتورة فريدة؟ دكتور فريدة is a professor from Cairo University أستاذة جامعية في جامعة القاهرة. She has just read a book about people's intelligence قرأت كتاب عن ذكاء البشر أو ذكاء الناس. About the book عن الكتاب The book was written by an American professor in 1981 في سنة 1881 الكتاب ده قام بكتابته أستاذ جامعي أمريكي. The book is still very important for us today الكتاب بيمثلنا أهمية النهاردة هنعرف ليه. We usually call a person intelligent when they study hard and pass their exam احنا متعودين ان احنا نقول ان الأطفال دول أذكياء أو الشخص ذكي لو مر بالامتحان وذاكر كويس واجتهد في المذاكرة. But the professor understood that people don't all learn in the same way. بس البروفيسور ده أو الأستاذ ده مؤلف الكتاب اتوصل إلى فهم إن الناس كلهم ما بيتعلموش بطريقة واحدة، عشان كده في اختلاف ما بين البشر وفي مزايا مختلفة. نلاقي شخص موهوب في الرياضيات، شخص موهوب في الأرقام، زي ما هنعرف دلوقتي. intelligent concept مفهوم الذكاء. ايه مفهوم الذكاء؟ however برغم من بعض الناس some people have problems reading and writing عندهم مشاكل في القراءة والكتابة this does not mean they aren't intelligent ده ما يعنيش ان هم غير اذكياء لان هم مميزين في اشياء اخرى. زي الأرقام الخرائط وفهم الموسيقى زي ما نعرف. For example they might be intelligent because they are good at numbers يكونوا مميزين لأن هم أقوياء في الحساب وفي الأرقام. We are all different احنا طبعا كلنا مختلفين. Another kind of person is intelligent because they are good at understanding visual things في بعض الناس تكون مختلفين لان هو بيعرف يميز الارقام البصريه والاشياء البصريه زي الخرائط والصور بيكون مميز فيها ولماح وبيعرف يتعامل معها بشكل افضل. And the other is intelligent because they are understanding sounds and music متميزين لانهم بيفهموا الموسيقى والاصوات. طبعا مش كل الناس واحد، في بعض الفنانين والموسيقيين يفهموا الموسيقى لكن مش كل شخص بيفهم الموسيقى، لذلك قدراتنا مختلفه. في 8 طرق there are 8 ways that people are intelligent في 8 طرق بتوضح ذكاء الناس او ذكاء الناس بيكون على شكل 8 طرق ذكرنا منهم 4 ايه هم الاخرين. Some people are intelligent because they understand plants animals and weather بعض الناس اذكياء لانهم بيعرفوا يتعاملوا مع الحيوانات والنباتات والطقس يفهموه بشكل افضل. Some are intelligent because they can use their body to do things for example surgeon بعض الناس مميزين في استخدام اجسامهم او استخدام قدرات جسمهم في العمل زي السيرجيون الجراحين. others can understand people and how they are feeling بعض الناس بتفهم احاسيس البشر وبيحسوا بايه. and finally اخيرا اللي هو رقم 8 some people are intelligent because they can understand their own abilities بعض الناس بيفهموا قدراتهم ايه وبيركزوا عليها وبينجحوا نجاح باهر. ودي صور توضيحيه
الناس بتفهم شهادة الجراحين وفهم قدراته. Should we teach everyone in a different way then؟ يبقى كل واحد نعلمه أو ندرس له على حدة. That would be very difficult. ده صعب جدا. بس مهم لينا ان احنا نعرف ايه. However, it's important for students and teachers to remember that we are not all the same. لازم على الطلاب والمعلمين وكل الناس ان هم يفهموا او يدركوا ان احنا قدراتنا مش واحدة. لان قدراتها تختلف من شخص لاخر وكلنا متميزين. بس كل واحد متميز في قدرة معينة او في مجال معين. People all learn in a different way. البشر بيتعلموا بطرق مختلفة. عشان كده في اختلاف في منهج التعليم واختلاف في اشياء اخرى كتير. Problems with learning. هنيجي نتكلم في الجزء الثاني عن مشكلات التعلم. في مشكلتين في التعلم هنتعرض لهم هنا. School is really important for all children. المدرسة مهمة لكل الأطفال. However, children do not all develop or learn in the same way, and many students have to overcome problems. كلهم مش بيتعاملوا مع المدرسة ومع المدرسة بشكل كامل وبيتطوروا أو بتنمي مهاراتهم بشكل كامل أو بطرق واحدة، ولكن بتختلف. بس لازم كلهم يتغلبوا على المشاكل اللي بتواجههم في هذا الخصوص. What is easiest for a student might be trivial for others. في شيء ممكن يكون سهل جدا لأحد الطلاب أو أحد التلاميذ، بس نفس الشيء ده بيكون صعب جدا وتحقيقه بيتطلب شيء يجعل الطالب يشعر بالانتصار لو حقق الشيء ده. عندنا في مشكلتين هنتعرض لهم. أول مشكلة اسمها ديسليكسيا. ديسليكسيا يعني تعثر القراءة أو عدم القدرة على القراءة بيسر. About 10% of people in Egypt have something called dyslexia. عندنا حوالي 10% من السكان في مصر، الناس في مصر عندهم تعثر في القراءة. People with dyslexia find it difficult to read. لأنهم بيواجهوا صعوبة في القراءة. In the past، في الماضي، people used to think that students with dyslexia were lazy and didn't want to learn. كان كلنا كنا بنعتقد من في الماضي ان الاطفال اللي عندهم مشكلة تعثر القراءة انهم كسالى ومش عاوزين يتعلموا، مش عاوزين يتطوروا في التعليم. Other people that thought they were not intelligent. بعض الناس قالوا ان هم او اعتقدوا ان هم مش اذكياء. Actually people with dyslexia are usually intelligent in other ways. الناس اللي عندهم مشكلة في القراءة هم اذكياء في مجال اخر. For example، على سبيل المثال، they are often very good at vocational subjects such as fixing and or making things. على سبيل المثال دول عندهم مهارات كبيرة في المجالات المهنية، يعني اصلاح الاشياء او الشغل الحرفي بيبقى عندهم افضل او عندهم مهارات افضل من موضوع القراءة والصناعة. Some very famous people have dyslexia including. في ناس كتير من مشاهير عندهم مشكلة في تعثر القراءة، بس هؤلاء مشاهير حاليا. وهنتعرف على واحد منهم، هو ألبرت أينشتاين. ألبرت أينشتاين كلنا عارفين ان هو صاحب النظرية النسبية، وهو من قام باختراع التفاعلات النووية، وهو من أكبر عباقرة القرن العشرين. وعندنا فيلم ميكر، منتج سينمائي ومخرج أفلام اسمه ستيفن شبيلبرغ. ستيفن شبيلبرغ من أشهر مخرجي وممثلي ومنتجي الأفلام الأمريكية. وكان عندهم تعثر في القراءة لكن عندهم قدرات خارقة أخرى. Today teacher can often help people with dyslexia to be very successful. الآن على مستوى العالم، مش على مستوى مصر فقط، على مستوى العالم في عندنا فهم أكتر أو تفهم أكتر لمشكلة تعثر القراءة، وبنركز على
الأشياء المهمة الأخرى والقدرات الأخرى للشخص. عندنا مشكلة تانية بنتكلم عليها في موضوع مشكلات التعلم وهي color blind. color blind عمل ألوان. another common problem is color blind. color blind هي عمى الألوان. إيه هو عمى الألوان؟ people who are blind cannot see colors in the way that most people do. المصابين بعمى الألوان ما بيشوفوش الألوان زي ما الناس الطبيعية بتشوفها، لأن شكل الألوان بيختلف بالنسبة لهم. This make it very difficult for them to read maps and traffic signs. مشكلة بالنسبة لهم لأن هم يشوفوا إشارات المرور ويقرأوا الخرائط لأن بتختلف ألوانها عن الألوان الطبيعية بالنسبة لهم. It can be very difficult to prepare food. كذلك إعداد الطعام. For example, they cannot always see when meat is cooked. ما يقدروش يميزوا هل اللحم تم طهيه ولا لا، لأن طبعا لون بيختلف بالنسبة لهم. Of course, colorblind people can be very intelligent. طبعا اللي عندهم مشكلة عمل ألوان دول ممكن يكونوا أذكياء بس في شيء آخر. In fact, the first person to study being colored blind was an Englishman called John Dalton, who was born in 1794. في الواقع أول من شخص من تحت دراسة عمل ألوان كان هو الإنجليزي جون بولتون. اتولد في 1794. إيه اللي عمله جون دالتون؟ جون دالتون he realized he was color blind when people laughed at him for wearing strange colors clothes. أيقن أو أدرك إن هو عنده عمى ألوان لما شاف الناس بتسخر منه من الأشياء اللي بيلبسها، يعني اللبس بتاعه شكله غريب ومختلف عن اللي بتلبسه كل الناس. Also he couldn't tell the difference between blue. كان عنده مشكلة في تمييز الألوان بين البلو الأزرق، البينك اللون الوردي، and other colors والألوان الأخرى. طب عمل ايه جون دالتون؟ he became a teacher and brilliant scientist. أصبح معلم وعالم متألق، عالم متألق ومشهور جدا. we should understand that. لازم ان احنا نفهم اني people are all different. الناس كلها مختلفة and have different problems in their life. وعندنا مشاكل مختلفة في حياتنا. In truth, في الواقع everyone has a potential. كل واحد عنده القدرة أو القوة to do amazing things. عشان نعمل حاجات مذهلة. If they work hard to overcome their problems. لو اجتهدوا في حل مشاكلهم. And if they are giving the right help and support. ولو حصلوا على الدعم الحقيقي والمساعدة الحقيقية. كده انتهينا من شرحنا للوحدة في الجمل وبننتقل إلى التدريب. وعندنا في التدريب choose the correct answer. عندنا 14 point هنحل منهم 7 والباقي هتحلوهم عندكم عشان تختبروا مدى فهمكم للوحدة. ومعنا number 1. My little brother is always not. He doesn't want to do anything. مش عاوز يعمل أي حاجة، يبقى isn't lazy. Lazy كسول. Number 2. Hala always does very well in her exam. She has the not to go to a very good university. طبعا she has a potential. Potential يعني عندها القدرة أو القوة إن هي تروح الجامعة اللي عايزة. Number 3. His grandfather is nearly 90. جده عنده 90 سنة. And needs the nod of his family every day. كل يوم عام محتاج support دعم العائلة أو المساعدة. Number 4. Very small babies. الأطفال الصغيرين need milk to grow عشان يكبروا and developed يعني يتطوروا سواء ذهنيا وجسمانيا. Number 5. Mona is trying to her fears of insects.
she is reading about them. Try to overcome. Overcome يعني تتغلب على خوفها من الحشرات. Number 6. I love the note of birds singing in the morning. هنا بنختار sound. Sound يعني أنا أحب صوت غناء الطيور أو صوت الطيور. ما ينفعش أختار voice لأن voice ده يعني الصوت العضوي بتاع الإنسان أو الطائر. Number 7. I think Amal has to become a doctor when she's older. Has ability. Ability يعني لديها القدرة على أن تصبح طبيب. ننتقل للجزء الثاني اللي مش محلول وأنا هقراه لكم وأنتوا هتحلوه. I think it's Amal. دي محلولة قبل كده. Number 8. All the students. The exam, so the teacher was very pleased. All the students, not the exam, so the teacher was pleased. Passed by. Karim would like a vocational skill study work job, such as being a mechanic. Number 10. I remember things better when I study virtual seeing see visual things such as maps. Number 11. A librarian, science teacher, sports teacher, history teacher is very fit and likes being outside Number 12. An vet, mechanic, doctor, accountant must be good at math and working with numbers. Number 13. An player, waiter, archaeologist, journalist should be friendly and polite as he serves people of all ages. Number 14. Must be good with his hand and repairing things. Mechanic, welder, driver, vet. ننتقل للجزء الثاني وهو تصويب الخطأ. عندنا 12 نقطة. علينا منهم 6 نقط والباقي هتحلوها لوحدكم. لو عندكم أي استفسار ما تترددوش في إرساله القناة مستر محسن. عندي number 1. If you study hard, you will. الكلمة اللي كانت موجودة باللون الأحمر والكلمة اللي استبدلناها باللون الأخضر. Will path your exam. بلا شك شلنا path وحطينا مكانها bus. Number 2. Actually, I can't bear that loud voice of music. شلناه وحطينا here. Beer لا تنفع فقلنا here يعني يسمع. I prefer quietness. Number 3. Some people have the disability to work 12 hours a day. Disability يعني عجز لا تستخدم فنستخدم مكانها ability يعني قدرة. Number 4. Students learn better when the things they learn are casual, like pictures. بلا شك visual. Number 5. The jobs which need physical abilities aren't academical but theoretical jobs. Theoretical خطأ vocational يعني مهني. Number 6. The handicapped suffers. Handicapped يعني المعاق أو الشخص ذوي القدرات الخاصة. From some kinds of physical inability, لا هتبقى disability. هنقرأ الباقيين وانتوا هتحلوهم. We should understand that children don't develop in the same way. Number 8. Who can help people with dyslexia becomes useful. Number 9. We should help people with some
phobias to overlook their fear. To overlook their fear. phobias اللي هي الفوبيا اللي هو الخوف من الأشياء، الخوف الشديد من الأشياء. Number 10. He is too active to make himself a coffee. He wants others to do his jobs. Number 11. Everyone has a facial to achieve their goals in life. Number 12. When grandparents are too old to serve themselves, they need support. They need support. وبكده انتهينا من الفيديو. تذكر دايما ان نجاحك بايدك، بيكون عندك التزام، عزيمة، ادارة، تنظيم، اصرار وثقة بالنفس. وما تنساش ان التعليم لازم يكون متعة مش ضغط عصبي. اتمنى تكون استمتعتم بالفيديو ده والفيديوهات اللي فاتت، واراكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. وشكرا لكم لحسن استماعكم لقناتنا.